تصبح على خير يا عدولة. كفايه كده يا ماما، استريح. خير يا عادل؟ ماما، عيون ماما يا حبيبي. انا كنت عايز اخد رايك في حاجه. قول يا ضنايا كل اللي في نفسك. انا اعرف بنت من عيله كويسه ونفسي اوريها لك. ليه بتفكر تتجوزها؟ ده اذا ما كانش عندك مانع. ده يوم المنى يا حبيبي، يوم مفرح بيك، بس مش لما تخلص جامعة الأول. طب والجامعة هتمنع فيها يا ماما؟ انت هتفكر في دروسك ولا في مسؤولية الجواز؟ لما تتخرج وتبقى تشتغل ابقى فكر تفتح بيت.